الأول نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ملخص وأهم معلومات الفصل السادس في التاريخ. الحرب العالمية الأولى، ركز معايا لو سمحت، من 1914 ل 1918 كانت مين؟ إنجلترا وفرنسا ومعاهم روسيا، وروسيا هتخرج في نهاية الحرب وهيخش مكانها الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت بقيادة ويلسون. دول سموهم دولتي الوفاق، صح؟ ضد الدولة العثمانية اللي هي تركيا، صح؟ ألمانيا، النمسا، ومين؟ والمجر. ودول بيسموهم دولتي الوسط. اهدى وركز. لما قامت الحرب العالمية الأولى، هي قامت في شهر أغسطس، شهر 8، بعدها بثلاث شهور في شهر 11 نوفمبر، يعني مش في بداية الحرب وبعدها بكام؟ بثلاث شهور لقينا الدولة العثمانية تعلن أنها ستدخل الحرب العالمية الأولى متحالفة مع دولتي الوسط. ليه دولة عثمانية داخلة الحرب العالمية الأولى متحالفة مع دولتي الوسط، مع ألمانيا والنمسا؟ ليه ما رحتيش مع إنجلترا وفرنسا؟ قالت ما ينفعش أروح مع إنجلترا وفرنسا. ليه دولة عثمانية؟ قالت لأن إنجلترا وفرنسا واخدين مني ولايات، يعني كانت إنجلترا محتلة مصر وكانت فرنسا واخدة تونس والجزائر، فأنا الطبيعي أدخل ضدهم عشان أسترد ما اقتنصته مني دولتي الوفاق اللي هما مين؟ وإيه كمان؟ وإنقاذا لنفسها. عارفين يعني إيه إنقاذا لنفسها؟ لأنهم كانوا بيسموها من بعد، لو تفتكروا مؤتمر برلين، الرجل المريض الذي ينتظرون موته لتقسيم تركته. فهي داخل الحرب لتسترد ما اقتنصته منها دولتي الوفاق اللي هما مين؟ انجلترا وفرنسا. حلو، حط لي بقى بين قوسين بقى ايه الدول اللي هي كانت عايزه تستردهم. هتلاقي منها مصر، هتلاقي منها تونس، هتلاقي منها الجزائر. طيب، وانقاذا لنفسها، الدوله العثمانيه داخله عشان تنقذ نفسها، وما تبقى تحت يدها، هو ايه اللي كان لسه تحت ايدها وما ضاعش؟ قالوا والله كان لسه بلاد سوريا الكبرى، ولسه العراق، ولسه الحجاز، ولسه قلب الجزيره العربيه. ترجم الكلام، داخلة تسترد ما اقتنصته منها دولتي الوفاق، افتح قوس، يعني داخلة ترجع اللي اتخذ منها او احتل منها، وكان مصر وتونس والجزائر، وتنقذ نفسها وما تبقى تحت يدها. هو كان ايه اللي لسه تحت ايدها يا مستر؟ قلب الجزيرة والحجاز وبلاد الشام اللي هي سوريا الكبرى وكمان العراق. حد كده في مشكلة؟ في الأيام الأولى من الحرب، بدايتها يعني، قام الأسطول العثماني مدعما بقطعتين حربيتين ألمانيتين. يبقى كده الدولة العثمانية ما راحتش لوحدها، دي خدت معاها قطعتين حربيتين ألمانيتين، يعني هي كده بتتحالف مع الوسط بقصف، يعني دار نينوى أوديسا وسيباستوبول الروسيين، معلنة نداء الجهاد المقدس. اهدى، علشان النهاردة احنا بنطلع افكار، اصلا الفصل اتشرح قطعة قطعة، بس بندور على فكرة جديدة، صح؟ استاذ، اعلنت الدولة العثمانية نداء الجهاد، الهدف منه ايه؟ استنتج انت بقى الهدف. توحيد الشعوب الاسلامية ضد دولتي الوفاق، صح؟ الهدف منه شحذ همم المسلمين في الحرب العالمية الأولى، صح. استنفار القوى الإسلامية في الحرب العالمية الأولى، صح. هنلعب بالألفاظ، مش هيجي التقليدي. الدولة العثمانية تريد وحدة الإسلام أو المسلمين وهي بتحارب كده. الدولة العثمانية حولتها من حرب سياسية إلى حرب دينية، الهدف منها توحيد الصف الاسلامي. حلو، ايه جديد؟ ايه جديد؟ ان يقول لك مش الدوله العثمانيه دخلت الحرب العالميه الاولى 1914 واعلنت نداء الجهاد؟ اعلنت نداء الايه؟ الجهاد. هنا السؤال،
في الوقت اللي الدولة العثمانية أعلنت فيه نداء الجهاد، كان إيه اللي بيحصل في مصر في تلك الأثناء؟ في الوقت اللي الدولة العثمانية أعلنت فيه نداء الجهاد، يعني 1914، كان التاريخ ده بيتزامن مع أحداث سياسية تحدث في مصر. إيه هي الأحداث اللي كانت بتحصل في مصر؟ مش في الوقت ده كانت إنجلترا بتلغي السيادة العثمانية وتعلن الحماية البريطانية؟ آه، مش كانت بتخلع عباس حلمي الثاني وتعين عمه حسين كامل؟ يبقى خلي بالك من سؤال التزامن ده جديد. أستاذ، لما الدولة العثمانية أعلنت نداء الجهاد في الحرب العالمية الأولى، حلو، ده كان رد فعل إيه بالنسبة للمسلمين؟ المسلمين تحمسوا، قالوا ماله، ده دولة إسلامية وبتحارب باسم الإسلام. ولكن هذا النداء كان له صدى مزعجا عند الإنجليز. لإنجلترا اتضايقت من نداء الجهاد الإسلامي، لأن إنجلترا في الوقت ده كانت بتحكم في الهند وفي جنوب شرق آسيا 50 مليون مسلم على الأقل. يعني لو نداء الجهاد أثر في هذه الشعوب الإسلامية واتحدوا، فإن إنجلترا طبعا لن يكون لها إيه وجود، هيكتسحوا إنجلترا. خايف إنجلترا، خافت. تعالوا بقى مربط الفرس في الحتة اللي جاية دي، موقف العرب. إيه موقف العرب؟ بص يا باشا، زعماء العرب، وأنا لما بقول زعماء بتكلم على زعماء عرب الجزيرة العربية والشام اللي هي سوريا والعراق، في البداية تحمسوا، قالوا ماله، نساعد الدولة العثمانية. ولكن سرعان ما ساد نداء، يعني اتجاه يدعو إلى التريث والحذر في تأييد فعلي للدولة العثمانية. يعني بعد ما كانوا متحمسين رجعوا في كلامهم تاني. اللي مش مكتوب عندك واللي ممكن أسألك فيه واللي مش هتسمعه كتير، يقول لك استنتج أسباب العداء ما بين زعماء العرب والدولة العثمانية. أنت تستنتج، وإيه الدليل إن كان في عداء أصلاً بينهم؟ جاوب لك الأولان، أسباب العداء لأن كان الدولة العثمانية بتهمل شؤون الإصلاح في البلاد العربية، تعبرش البلاد العربية، وكانت بتتبع سياسة اسمها التتريك، عايزة كل حاجة تبقى في إيد الأتراك، وبتفرض اللغة التركية على العرب، واحنا عرب، وأعدمت كثير من زعماء العرب، فالطبيعي إن كان يبقى فيه إيه؟ عداء. طب إيه الدليل إن كان فيه عداء؟ الدليل إن هم عملوا مؤتمر عربي أول في باريس سنة 1913. العرب راحوا فرنسا علشان يشوفوا حل مع الدولة العثمانية، ولكن هذا المؤتمر فشل. حلو، طب عملوا تسوية بعد المؤتمر، حاولوا يعيدوا الحوار تاني، برضو فشلوا. إذن تستنتج من كلامي إن كانت العلاقات قبل الحرب العالمية الأولى بين بعض الزعماء العرب والدولة العثمانية كانت على ما لا يرام، يعني كانت علاقات غير جيدة. صح أستاذ، يعني أنت عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن العرب قالوا نهدى ومش هنساعد الدولة العثمانية، ويجب الاتصال بكافة الأطراف المعنية، المعنية يعني ذات الشأن أو اللي لها دور، بحيث إن نشوف مين اللي يقدر يفيد العرب في قضية استقلالهم، هو ده اللي هنتعامل معاه. يعني هم بصوا لمصلحتهم وقالوا اللي هيساعد العرب هو اللي هنتصل بيه، احنا عايزين نعمل دولة عربية. يبقى خلاصة الكلام، لما قامت الحرب العالمية الأولى أرادت الدولة العثمانية استنفار القوى الإسلامية في شتى بقاع الأرض وشحذ همم المسلمين من أجل توحدهم في هذه الحرب الدروس، الحرب العالمية الأولى، وبمجرد إعلانها نداء الجهاد المسلمين تحمسوا، ولكن إنجلترا غضبت، وإنجلترا بدأت تضطرب. يعني إيه تضطرب؟ يعني تقلق، وقالت إن المسلمين لو اتوحدوا أنا هخسر. طيب بالنسبة للعرب كان رد فعلهم إيه؟ قالوا في البداية تحمسوا لمساندة هذه الدولة، ولكن سرعان ما ساد نداء أن يدعو إلى التريث والحذر. عارفين مين أبرز الأدوار اللي لعبت دور قوي في هذه الحرب؟ هو الشريف حسين ابن علي. وممكن أهدى بقى ليه؟
مستر الشريف حسين بن علي. الراجل ده كان حاكم منطقة الحجاز، ويقال ان هو حكمها بعد انتهاء حكم عمه، ويقال ان الشريف حسين لما حكم الحجاز سنة 1908، مركز الحتة دي مهمة، ده كان عقب انقلاب حصل في تركيا ضد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني. واسمع مني دي ولو سمحت سجلها. حصل في تركيا ظهور جمعية اسمها جمعية تركيا الفتاة. أنا كلامي واضح، بشرح حتة انقلاب 1908. ظهرت جمعية في تركيا اسمها تركيا الفتاة. اسمها يا فندم؟ الجمعية دي كانت لها رغبة في إن هي تغير نظام الحكم العثماني. مش عايزين السلطة العثمانية تفضل تحكم بنظام فكرة الخلافة. كانوا عايزين حكومة دستورية، يعني كانوا رافضين طريقة السلطات. يبقى جمعية تركيا الفتاة دي جمعية ظهرت في تركيا نفسها وكانت رافضة حكم عبد الحميد الثاني. عشان كده العرب كانوا بيأيدوا جمعية تركيا الفتاة، يعني العرب كانوا مع فكرة جمعية تركيا الفتاة. اسمع مين الجزء الجديد ده. احنا خدنا جمعية مصر الفتاة، وادي النهاردة تركيا الفتاة. مصر الفتاة ظهرت أيام الخديوي توفيق، وكانت تطالب بإطلاق الحريات العامة، وكان لها جريدة بنفس الاسم، وتأسست في الأسكندرية. طيب جمعية تركيا الفتاة ظهرت في تركيا ضد حكم السلطان عبد الحميد الثاني وأيدها العرب. إيه علاقة ده بالجزء بتاعي؟ إن الشريف حسين بن علي تولى حكم الحجاز عقب انقلاب 1908. يبقى عارف ان انقلاب 1908 ده انقلاب حصل في تركيا، واللي قامت بيه جمعية اسمها يا فندم تركيا الفتاة. حلو. ماله الشريف حسين؟ كان له نفوذ سياسي واسع، وقدر ان هو من خلال موقعه في مكة يبقى له وضع سياسي غير اي حد تاني في شبه الجزيرة العربية. حلو. ابن الشريف حسين، والمعلوماتكو الشريف حسين كان متجوز ثلاثة، وكان مخلف من الاولى بنت عمه ثلاث صبيان ذكور، علي وهو الاكبر، وفيصل، وعبد الله. وبعدين الثالثه بقى خلف منها ولد اسمه زيد، بس ده ملوش معانا تفاصيل. ابنه بقى عبد الله راح اتصل، عمل اتصال بالسير رونالد ستورز السكرتير الشرقي للمندوب السامي البريطاني ماكمهون. راح يقابله ليه؟ عشان استشفاف رأي السلطات البريطانية إذا يعني تجاه محاولة الأتراك إقصاء الشريف حسين عن موقعه. يعني الراجل قلقان وعايز يعرف صدق معلومة وصلت لهم، عايز ياخد خبر، ياخد معلومة. لما راح لمكمهون هنا، الإنجليز لما الحرب قامت أبدوا تعاطفا مع الشريف حسين، قالوا الراجل ده نقدر نستخدمه علشان نفكك نداء الجهاد الاسلامي. وفعلا نشطت قنوات الاتصال بين شرافه مكه شريف حسين ومين؟ واداره المندوب السامي البريطاني. بس في البدايه كان في مساله امام الانجليز تؤرقهم او مشكله، وهي هنختار مين؟ نختار الشريف حسين وده بتفضله حكومه لندن، ولا عبد العزيز ال سعود وده تفضله حكومه الهند الشرقيه البريطانيه؟ حلو. والاثنين في شبه بينهم. الاثنين رافضين نظرية الخلافة العثمانية، والاثنين عندهم طموح سياسي، عايزين يبقوا ملوك على العرب. بس ايه الميزة اللي في الشريف حسين انجلترا لقيتها مش موجودة في عبد العزيز؟ قالوا ان الشريف حسين كان له ميزة سياسية وميزة دينية اجتماعية. اسمع مني كلام جديد النهاردة. له ميزة سياسية موقعه في مكة، ان هو راجل حاكم مكة ويشرف على الحرمين. ميزة دينية اجتماعية ان هو من الاشراف، من بني هاشم، يعني من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. فدي ميزة مش موجودة في عبد العزيز. مستر لو سمحت كده، اللي مسك شرافة مكة مرة محمد علي بعد حروب شبه الجزيرة العربية، اسناد اليه السلطان العثماني شرافة مكة،
وفاكر علي بيك الكبير لما كان ضمم الحجاز، فكان يعتبر هو كان شريف مكة، ودي كمان الشريف حسين لما معاه الحجاز يبقى هو شريف مكة. لاحظ مين اللي تولى هذا المنصب يبقى معاه لقب ديني محترم في العالم الإسلامي. فهم شافوا إن الشريف حسين بحكم موقعه في مكة وحسبه ونسبه وعدائه للدولة العثمانية ورغبته في إن هو عايز يصبح ملكا على العرب، قال هو الراجل ده اللي يقدر يعمل نداء للجهاد يضد به نداء السلطان العثماني. يعني ايه يضد به نداء الجهاد العثماني؟ يعني نوقع فكرة الجهاد الاسلامي بفكرة مضادة وهي الجهاد العربي على يد الشريف حسين. يعني نفكك الوحدة الاسلامية، نخلي المسلمين ما يتحدوش بحيث ان احنا نتبع معاهم سياسة فرق تسد. الله، ده دي السياسة اللي الدولة العثمانية اصلا كانت بتتبعها في ولاياتها. يقوم ربنا يبعت لها انجلترا تلعب معاها وتسقيها من نفس الكاس. مش انت عايزه توحد المسلمين؟ احنا بقى هنفرق لك ما بين العرب المسلمين والمسلمين الغير عرب، نوقع بينكم. حلو. نشطت قنوات الاتصال بين شرافه مكه ها ومين؟ وهنري مكمهون المندوب السامي البريطاني في القاهره. اخذ الشريف حسين يعبر عن طموحاته وطموحات بعض الزعامات السورية العربية، احنا طالبين ايه؟ وهنا هنقف قليلا ونشوف الشريف حسين كان عايز ايه. لما ترسم خريطة المنطقة اللي كان الشريف حسين بيتكلم عنها تلاقي الموضوع بسيط خالص. طلباتك يا عم الشريف حسين انت والزعامات العربية، عبر عن طموحاته باستقلال البلاد العربية من عند حدود مرسين وأطنة شمالا حتى الحدود العراقية الفارسية والخليج العربي شرقا، بلس زائد نحط سوريا الكبرى، المنطقة دي كلها كانت اسمها سوريا الكبرى، ونحط عليها كمان شبه الجزيرة العربية. يعني أنا عايز تقريبا دولة تشمل سوريا اللي هي الشام والعراق ونحط عليها شبه الجزيرة العربية. دي طلبات الشريف حسين، وعايز يبقى خليفة كمان على المسلمين وملك على العرب وتبقى دي دولته، دي كانت طموحاته حضرتك. ردت عليه انجلترا قالت له اكسكيوز مي، طلبك بتاع الخلافة مرفوض، طلبك تبقى ملك على العرب مش هينفع. قال لها ليه؟ قالت له هفهمك، العديد وشوف ايدي من مشيخات ساحل الخليج العربي على علاقات تعهدية مع بريطانيا، وهي لا وهي لا تغيير وضعهم. يعني لو هم عايزين يغيروها ولا انا عايز اغيرها مالكش دعوه بالمنطقه الشرقيه. عمان في معاهده مع سلطان عمان، واليمن مستقل، ومنطقه عسير بيحكمها الادارسه مالكش دعوه بيهم، في اتفاقيه معاه. وعبد العزيز ال سعود اللي هو كان الند بتاع الشريف حسين اللي هو كان حاكم الرياض، في اتفاقية اسمها دارين او القطيف سنة 1915 مع عبد العزيز. لا طب انا ممكن ابص كده، قالت له مالكش دعوة بالعراق، انجلترا كانت احتلت الجزء الجنوبي في العراق صح؟ منطقة البصرة، ومالكش دعوة بسوريا. فرنسا لها مصالح في غرب حمص وحماه وحلب ودمشق، واستبعد مرسين وقطنة غير عربيتين، فحضرتك مالكش غير المنطقة اللي سعادتك أصلا قاعد فيها وهي بلاد الإيه؟ الحجاز. يعني الشريف حسين بعد ما عبر عن طموحاته وبعد ما كتب وكان بقى في مراسلات بينه وبين هنري مكمهون المندوب السامي البريطاني، كانت المفاجأة رفض إنجلترا لطلباته. وجد الشريف حسين صلابة في الموقف الإنجليزي، وأنه إذا لم يقم بالثورة فإن الأتراك سينقضون عليه. شفت لفظ الانقضاض؟ يعني مش هيسيبوه، لأن الشريف حسين كان غلط غلطتين كبار وما لهمش حل. أول غلطة إن هو كان بيماطل إن هو يرسل مساندات ومساعدات لجمال باشا. مين جمال باشا؟ جمال باشا كان قائد تركي كانوا بيلقبوه في بلاد الشام بالسفاح، لان جمال باشا ده كان بيعمل حركات اعدام كتيره ضد زعماء العرب.
وهو الراجل ده اصلا كان من الناس المكروهه عند زعماء العرب. فلما كان جاي يحرر مصر من الانجليز في الحرب العالميه الاولى طلب مساعده من الشريف حسين. فالشريف حسين قال له اساعدك ازاي؟ ده انا كرهك اصلا. ده انت بالنسبه لنا سفاح. واحنا مش حابين وجودكم في الشام، ده انا اللي عايز ابقى مكانك اصلا. فما راحلوش الشريف حسين. وهنا هزم جمال باشا على الجبهه المصريه. فارتد حانقا على العرب. حانقا يعني غاضبا. لدرجه ان هو عمل عمليات اعدام كتير قوي في الشام لما عرف ان العرب عندهم اتصال بالانجليز. ومن هنا عشان ينتقل من الشريف حسين حصل تغيير سياسي. بعت واحد اسمه وهيب باشا يحكم جدا علشان يخطط لاقصاء الشريف حسين، يعني الانتقام منه. يبقى نقدر نقول ان الشريف حسين الغلطه دي كان هيدفع ثمنها اجلا او عاجلا، لان جاله واحد تربص بيه اسمه وهيب باشا للانتقام من سوء صنيع الشريف حسين مع جمال باشا. استاذ ايه الغلطه الثانيه؟ عثر على وثائق ومستندات تدين الشريف حسين وبعض الزعماء العرب في مقر القنصليه الفرنسيه في الشام في بيروت في مراسلات في الرابط. وجاي يتحكم عليهم بالايه؟ بالاعدام. فالشريف حسين كده كده لقى نفسه ضايع ضايع. انا ما عادش قدامي غير ان انا اعمل الثوره. وهنا حته جميل، الشريف حسين قام بالثوره تجنبا لايه؟ ردود افعال العثمانيين. يبقى هو لما عمل الثوره علشان يتجنب ردود افعال العثمانيين، اللي هي فكره قبل ما يتعشوا بيا انا هتغدى بيهم. طب يا عم الشريف حسين، هو انت خدت اعتراف من الانجليز ده هيبقى في دوله عربيه؟ هل حصل الشريف حسين على وعد من الانجليز بانه اذا ما قام بثورته العربيه المسلحه ضد الاتراك سيكون هو ملك على العرب؟ قالوا لا، لم يحصل على وعد صريح. طب هو قام بالثوره ازاي؟ هل هو قام بالثوره معتمدا على حسن تقييم الانجليز للموقف؟ هو قال ان انجلترا والحلفاء اصدقاء ليا، انظروا فيما قمت به من تضحيات واكيد مش هيتخلوا عني. هو قام بالبلد كده وعنده عشم ان الحلفاء مش هيضحكوا عليه، ولكن هيضحكوا عليه لان هو ما كان الانجليز ليقيموا وزنا الا لمنحهم. نجحت قوات الشريف حسين في تصفيه الوجود العثماني في بلاد الحجاز باستثناء حاميه المدينه. ايه قصه حاميه المدينه؟ الحقيقه ان المدينه كان لها قلعه. قلعه دفاعيه. وكان في حاكم تركي قاعد في المدينه للدفاع عنها. والمدينه فيها مقدسات اسلاميه. فراح الشريف حسين بقواته علشان يضرب المدينه ويستولي عليها، ولكن كان الدفاع قويا في هذه القلعه. عشان كده قالوا هو استولى على بلاد الحجاز باستثناء حامية المدينة، معرفش يخش الحتة دي. حلو الكلام؟ بعديها اتجهت القوات العربية شمالا ناحية العقبة. كويس. وبعد كده هيجي فيصل ابن الشريف حسين هياخد فيلق جناح من الجيش وقدر يخش بيروت ودمشق وحمص وحماة وحلب، ثم توقفت قواته. قالوا له ستوب، في جديد، هيبقى في اتفاقيه اسمها سيد سبيكو هتتسرب، والمكان ده مش هيبقى بتاعكم، ده هيبقى بتاع فرنسا، اقف. في نفس الاثناء كانت انجلترا، مش انتوا عارفين، كانت محتله جنوب العراق، فبدات تسحب ناحيه الشمال واستولت على الموصل. وهنا الدوله العثمانيه كان عندها رغبه في ان هي توقف الحرب، فعقدت هدنه مدروس سنه 1918 وتوقف القتال. وهنا هسال الطالب الشاطر، في هدنة رودس وهدنة مدروس. هدنة رودس كانت 1949 ما بين إسرائيل ودول المواجهة، مصر ولبنان وسوريا والأردن، ودي كانت بعد الهزيمة بتاعت حرب فلسطين. أما هدنة رودس 1918 وفي أعقابها استولت القوات الإنجليزية على العراق حتى الشمال، منطقة الإيه؟ الموصل. لازم تبقى عارف حضرتك من هنا الموصل، وهنا بغداد، وتحت هنا الايه؟ البصره. عارف الاماكن.
استاذ لو سمحت، ايه اللي حصل؟ اهدى كده. بينما كانت القوات العربيه بقياده فيصل بن الحسين تحرز انتصاراتها على الاتراك في سوريا في بلاد الشام، يعني الشريف حسين بيحارب اهو، وابنه فيصل يعني عامل اللازم وعمال يضرب الاتراك وينتصر عليهم، تكشفت مؤامره واسعه النطاق، مؤامره كبيره. هذه المؤامره مين اللي سربت نصوصها؟ روسيا البولشوفيه. هو عليك كلمه بولشوفي، بولشوفي بولشوفي باللغه الروسيه معناها حزب الاغلبيه او الاكثريه الشيوعي في روسيا. دول حزب الاغلبيه، هم دول يا مستر اللي عملوا الفضيحه وسربوا نصوص المؤامره وقالوا للعرب: افيقوا يا عرب، هناك اتفاق سري يحاك ضدكم بين انجلترا وفرنسا وروسيا القيصريه لاقتسام املاك الدوله العثمانيه في منطقه الهلال الخصيب. وهنا اقف، هو ايه منطقه الهلال الخصيب؟ الشام والعراق، ودول اصلا كانوا تابعين للدوله العثمانيه. يعني يا عرب انتوا تعبتوا وقمتوا بثوره مسلحه وحاربتوا العثمانيين وطردتوهم من بلاد سوريا، وهذه المنطقة مش هتبقى ليكوا أصلا، دي بيقسموها على بعض. هنا انجلترا لما لقيت إن روسيا البولشوفية سبب تسريب المعاهدة، إن هي هيعملوا مشاكل، هي هتقسمها على اتنين، انجلترا وفرنسا. فقاموا قايلين إيه بقى في الاتفاقية؟ وأرجوك ركز، فرنسا حبت تاخد المناطق اللي فوق اللي بتطل على المتوسط، ساحل البحر المتوسط من الشمال. قالت انا هاخد جنوب الاناضول يا مستر بما فيها اصلا والاسكندرون، وحدد لي لو سمحت في الساحل السوري، الساحل السوري غرب حمص وحلب ودمشق حتى شمال العراق الموصل. حلو، انجلترا دايما بيبقى لها وجهه نظر اخرى. انجلترا بتحاول تأمن طرق مواصلاتها، بتخاف على الهند قوي، وبتخاف على قناة السويس جدا، لأن دي مناطق يصعب تعويضها. عشان كده انجلترا قالت: وأنا هاخد جنوب الشام حتى حدود شبه جزيرة سيناء الشرقية. هتاخد إيه كمان يا انجلترا؟ قالت: هاخد البصرة وبغداد وعكا وحيفا. طب يا جماعة فلسطين هتعملوا فيها إيه؟ قالوا فلسطين تبقى دولية. وبعد كده قالوا المنطقة الصحراوية اللي ما بين العراق والشام تقسم إلى منطقتين نفوذ، إحداهما إنجليزية والأخرى فرنسية. عرفت هذه المؤامرة في التاريخ باتفاقية سايكس بيكو، وكانت أكبر غدر من الحلفاء بالعرب أثناء الحرب العالمية الأولى. وهنا يجي لي سؤال، مستر عبارة صادقة ولا غير صادقة؟ قول يا مستر. جاءت اتفاقية سايكس بيكو متناقضة لمطالب الشريف حسين مع مكمهو. جاءت الاتفاقية متناقضة. ليه؟ الشريف حسين كان هو عايز يبقى ملك على العرب، عايز يبقى خليفة على المسلمين، وعايز دولة عربية وهو حدد حدودها، ولكن فوجئ بأن انجلترا وفرنسا يقتسمان المنطقة في سايكس بيكو، وهم قايل على النحو الآتي: يعني طموحاته جاءت مخالفة لمطالب دولتي الوفاق. يعني هو عايز حاجة وهم عايزين العكس، هو بيدور على مصلحته وهم بيدوروا على مصالحهم الاستعمارية، ومش هبل. هنا منعت قوات الشريف حسين من دخول بيروت، كانت أول نتيجة للاتفاقية على فكرة. وبعدها إيه كمان؟ سمحت إنجلترا لفرنسا بدخول المنطقة المخصصة لها في الشام وإنزال العلم العربي المرفوع. راح الشريف حسين وولديه فيصل وعبد الله يحضروا مؤتمر الصلح اللي كان بيحضره سعد زغلول وخالد بن عبد القادر والاحزاب الوطنيه في تونس. راحوا ليه يا مستر؟ حاول الشريف حسين ان هو يعني يعرفهم او يفهمهم او يتحايل عليهم ان هم يقفوا مع العرب وقضيه استقلالهم، لان الشريف حسين من وجهه نظره انه بذل تضحيات، انا حاربت، انا اشتغلت، انا وقفت معاكم يا حلفاء، في الاخر ما اخدش حاجه؟ قال له: ايوه احنا بندور يا حبيبي على مصلحتنا الاستعماريه، انت كنت اداه
استغلناها لتفكيك نداء الجهاد الاسلامي. السلطان بتاعكم كان بيقول عايز اوحد الجبهه الاسلاميه، فاحنا مش هنستنى لما انتوا تتوحدوا، فاحنا استغلناك واستغلنا طموحاتك واستغلنا رغبتك في ان انت عايز تبقى خليفه او ملك او وخدناك علشان نفكك بيك جبهه المسلمين ونجحنا في ذلك. شكرا على حسن تعاونكم معنا. وقالوا مضيين السلام، روح تقعدوا بعد 4 سنين من اتفاقية سانت كيزيكو يعدلوا هذه الاتفاقية في مؤتمر اسمه سان ريمو 1920. وهنا نتوقف دقيقة. في الوقت ده يا شباب كان بقى في حاجة اسمها عصبة الأمم، خدناها في الجغرافيا، منظمة عملوها بعد الحرب العالمية الأولى، صح؟ عصبة الأمم طلعت لقب أو لفظ جديد، انتداب. انتداب معناه ان الدول اللي عصبة الأمم هتدينها إذن أو صك هتروح للمناطق اللي كانت خاضعة للدولة العثمانية، وإن هي تسيطر عليها بحجة إن هي تساعدها لحد ما تقف على رجليها، يعني يبقى لها الوصاية عليها. في الحقيقة هو لفظ الانتداب هو بيعادل الاستعمار، ولكن هو اللفظ الأشيك لكلمة احتلال أو استعمار. وبدل ما يقولوا إحنا احتلينا يقولوا لا ده إحنا رايحين بإذن، وبدل ما يقولوا إحنا رايحين برغبتنا يقولوا لا ده عصبة الأمم هي اللي بعتنا بإذن أو صك انتداب. احنا مش رايحين بمزاجنا. فقاموا اخترعوا بعد مؤتمر سان ريمو 1920 ان بريطانيا هتنتدب على العراق وفلسطين، خلاص، وفرنسا تنتدب على سوريا وايه؟ سوريا ولبنان. ولاحظ هنا بريطانيا تنتدب على العراق وفلسطين، انا اتحدث عام 20، يعني بريطانيا كانت مصممه تخش فلسطين علشان تنفذ وعد بلفور المشؤوم اللي كان صدر سنه 17. يبقى التعديل ده علشان التطورات السياسية اللي حصلت في العالم، صح؟ وعشان كانت روسيا خرجت في نهاية الحرب بسبب الثورة الايه؟ البلشوفية. استاذ 1920 يا مستر، ها؟ في الوقت اللي كان فيه مؤتمر سان ريمو كان بيحصل في مصر ايه؟ كان بيحصل مفاوضات سعد معامل اللي بقت بالايه؟ بالفشل. استاذنا لما رجع الشريف حسين لبلاد الحجاز ما كاد الشريف حسين يخرج من الحرب العالمية الأولى منتصرا على الأتراك، فوجئ بظهور قوة عبد العزيز. وهنا عبد العزيز كان أذكى لأنه وقف على الحياد وقدر يحافظ على قوته وما أرهقش نفسه في الحرب زي الشريف حسين. وتمكن عبد العزيز من إبادة قوات الشريف حسين عند أول صدام لهما عند طربة سنة 1919. أقف عند السؤال ده. في الوقت الذي نجح فيه عبد العزيز في إبادة قوات الشريف حسين عند طربة كانت الأحداث السياسية في مصر بين قوسين ملتهبة، حيث ثورة 1919 في مصر. يبقى التاريخ بتاع طربة هو تاريخ ثورة 19، حلو. بعد كده نجح عبد العزيز في ان هو يضرب آل الرشيد حكام حائل وينزل بهم هزيمه نهائيه سنه 1921. وقدر عبد العزيز يضرب قوات الشريف حسين في الطائف، وهنا شكرا الطائف طالما وقعت 24 حته مش في كتاب الوزاره عندك وحته جميله وتقدر تطلع النهارده من حصتي مستفيد بحاجه جديده. ايه هي؟ لما اطرد الشريف حسين راح فين؟ يقال انه راح يستخبى عند ابنه عبد الله في العقبه شمالا. فانجلترا حذرته قالت له لو طلعت وفضلت قاعد في العقبه عبد العزيز هيجي يضربكوا في العقبه مش هيسيبك، احسن لك امشي. وبعتوا له سفينه انجليزي خدوه وراح قعد في قبرص حوالي سنتين في المنفى. شفت الشريف حسين اخرته ايه؟ في المنفى. لما حس ان صحته ضاعت منه كتب التماس ان هو عايز يرجع ويموت في وسط عياله. في الوقت ده كانت الاردن ماسكها ابنه عبد الله تحت الانتداب الانجليزي، فراح عاش في عمان الاردن لحد ما توفاه الله ومات الشريف حسين بحسرته وما خدش حاجه نهايته. هنا عبد العزيز سمى نفسه سلطان نجد وملك الحجاز وملحقاته سنه 26، ثم تطلع لضم عسير
اللي كانت تحت حكم جماعه اسمهم الادارسه. طب هو الادارسه سابوها ليه؟ الراجل بتاعهم الكبير مات ولما خلصت الحرب خلاص، فاليمن عايزه تاخدها. يحيى حميدي الدين امام اليمن وعبد العزيز ال سعود عايزها، وحصلت حرب انتصر فيها مين؟ عبد العزيز، واصبحت عسير تحت حكم المملكه العربيه السعوديه، واتفقوا مع بعض واتصالحوا في معاهده الطائف سنه 1934 التي نصت على انهاء العدوان بين البلدين وتنميه التعاون بين الدولتين، وما عادش في خلاف بين السعوديه واليمن. استاذ يعني كده حضرتك بلاد سوريا اللي كنا في اول الفصل بنقول خاضعه للدوله العثمانيه وقعت؟ وهتاخدها مين يا مستر؟ بص على السبوره كده وكانهم مسكوا سكينه قطعوا طرطايه. تعرف ان بلاد سوريا الكبرى كانت واخده الجزء ده كله؟ شايف ايدي؟ الجزء ده سمي بعد كده الاردن. الاردن وانجلترا كانت مسيطره على المكان ده، بس جابت عبد الله بن الشريف حسين يمسك المنطقه دي. الجزء ده فلسطين وهيدوه لليهود بموجب وعد بلفور. الحته دي لبنان وما كانش في دوله اصلا اسمها لبنان الكبير. هما هيقطعوا اجزاء من سوريا ويحطوها على مصرفيه او منطقه اسمها جبل لبنان ليظهر لبنان الكبير، وهيجوا على سوريا من فوق ويقسموها الى دويلات صغيره، حلب والدروز والعلويين ودمشق، وهيجوا كمان شمال سوريا ويقتطعوا لواء الاسكندرونه ويدوه تركيا. تاني مين بقى الراجل المجرم اللي عمل كده؟ كان ساعتها القائد الفرنسي في الوقت ده كان اسمه غورو، ده لمعلوماتكم. يبقى اللي بوظ الدنيا دي كلها هو الجنرال غورو، منه لله. هو ده كان القائد الفرنسي المفوض بان هو يغير الخريطه الجغرافيه. استاذ هو لما فرنسا دخلت سوريا ولبنان عملت ايه فرنسا؟ فرنسا قلت حالا هتعيد تشكيل جغرافيه المكان. هيجوا على منطقة اسمها سهل البقاع، وانت لو سافرت ان شاء الله لبنان ورحت سهل البقاع، منطقة جميلة منبسطة ما بين جبال لبنان الغربية وجبال لبنان الشرقية. المنطقة دي خدوها وقاموا ضمنها إلى طرابلس وصيدا وبيروت، وضافوا عليها جبل لبنان، فأصبح ما يعرف بدولة لبنان الكبير. يا عم ما كانش في دولة اسمها لبنان الكبير، هم اخترعوها. وجمع على سوريا وقسموها الى دويلات حلب والدروز والعلويين ودمشق. اقول لك مفاجاه ايه؟ دمشق مثلا وحلب دي مليانه مسلمين سنه. طب الدروز والعلويين مسلمين شيعه. طب ولبنان فيها نسبه كبيره برضو من المسيحيين. هم عملوا كده ايه في بلاد الشام؟ هم حاولوا يعملوا نوع من الطائفية علشان يعملوا مشاكل في الوحدة الوطنية، وبالتالي تضعف المقاومة في هذه المنطقة ضد الاستعمار الفرنسي. هم بيلعبوا لبعيد. طب يا أستاذ ما هم سيطروا على كمان المناصب، وهنا سأتوقف قليلا. لما فرنسا تسيطر على المناصب في سوريا ولبنان، طب ما هو ده بيتفق مع رغبة انجلترا في فعل نفس الشيء أثناء القانون الأساسي لما عرف سياسه النجلاذه. يبقى في اتفاق في سياسه الاداره الفرنسيه لسوريا ولبنان والاداره الانجليزيه لمصر، والدليل على كده القانون الاساسي، صح؟ ربطوا العمله، ربطوا العمله اللي هي الفرنك الفرنسي بالعمله في سوريا ولبنان، وده اتفاق مع ما حدث في مصر لما عملوا البنك الاهلي عشان يربطوا العمله الانجليزيه بالعمله المصريه. ده حصل استاذ، ونتيجه ده حصل ايه؟ نتيجه سياسه الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان. بس قبل ما هتحرك، ما اتخذت قبل كده سياسه فرنسا في الجزائر؟ يبقى انا ممكن اجيب مقارنه جماعه بتوع الازهر عشان بيبقى عندهم اسئله كبيره شويه او مقارنات او بما تفسر. لو قارنت بين سياسه الاستعمار الفرنسي في الجزائر هلاقيها استغلال ثروات والسياسه استيطانيه وثقافيه. ارجع تاني للفصل الخامس. طب سياسة فرنسا في سوريا ولبنان، قاموا باقتطاع، قاموا بتمزيق، وزود لي ربطوا ايه وشغلوا ايه، صح؟ أستاذ، قامت الثورة السورية الكبرى من منطقة جبل الدروز بقيادة سلطان باشا الأطرش. مين يا فندم؟ سلطان باشا الأطرش. استخدمت فيها فرنسا الشدة والعنف ضد معاقل الثوار.
كل اساليب الوحشيه والقمعيه استخدمتها فرنسا، وهنا نتوقف. النظام الجديد كله كده. هل هناك تشابه ما بين سياسه فرنسا لقمع الثوره السوريه وسياسه نابليون لقمع ثوره القاهره الاولى؟ وسياسه انجلترا في قمع الثوره اللي هي بتاعه 19؟ مظبوط. وسياسه انجلترا في قمع ثوره 20؟ صح. وسياسه انجلترا في قمع ثوره هتحصل في فلسطين هناخدها قدام كل الاستعمار يا بنتي سياسه واحده في قمع الثوره. شد عرف بعد كده يحاولوا يهدوا بقى. فقاموا قالوا لهم للجماعه بتوع سوريا، ايه رايكم تعملوا جمعيه تاسيسيه؟ واللي مش فاهم يعني ايه جمعيه تاسيسيه، بتبقى عباره عن جمعيه وطنيه منتخبه الهدف منها ان هي تحط دستور مثلا او تتفق على اهداف وطنيه معينه. فالجمعيه التاسيسيه دي كان لها الفضل في بعد كده في اعلان الجمهوريه ان يبقى في حكومه برلمانيه دستوريه. حلو الكلام، اسمها جمعيه تاسيسيه. طب طلباتكم ايه؟ السوريين مصممين على الاستقلال. فرنسا قالت لهم حتى لو خدتوا استقلال هيظل ليا اليد العليا في البلاد، هتحكم فيكم برضه. فهنا وقعت الحركه الوطنيه السوريه ازاء طرفي نقيض كما حدث في مصر. في بعض الناس مش فاهمه ده باللغه العربيه، يعني ايه ازاء طرفي نقيض؟ يعني السوريين مصممين على الاستقلال وفرنسا مصممه على استمرار بقاء الاحتلال، فاختلف. وده حصل ايام تصريح 28 فبراير، وحصل في مفاوضات سعد مع ميلنر، اختلفوا لم يتفقوا. ايه يا مستر اللي حصل بعديها؟ قالوا مع اقتراب بوادر الحرب العالميه الثانيه، وحضراتكم تفتكروا لما قلنا ايطاليا احتلت الحبشه. كان الكلام ده سنه 35، فبدات الناس تقلق، يقولوا كده هتحصل حرب عالميه. ففرنسا ارادت ان تضع علاقتها مع سوريا ولبنان على اسس اتفق عليها. تحط معاهم دي بيسموها يا جماعه تقنين العلاقات. يعني تضعها على اسس قانونيه او متفق عليها. فراحت فرنسا في نفس السنة اللي انجلترا كانت بتوقع فيها معاهدة 36 مع مصر، فاكرين مصطفى النحاس؟ نفس السنة. ففرنسا قالت لهم انا هضع امكانياتكم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية في خدمة عجلة الحرب الفرنسية. ونفس الشيء هنعمله مع لبنان. بس انتوا تقفوا معايا في الحرب. الاتفاقية اتعرضت على الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس اللي هي بين قوسين البرلمان. ايه رايكم يا جماعه احنا عايزين نعمل اتفاقيه مع سوريا ولبنان؟ فرد البرلمان الفرنسي قال لا. عارف سياسه الاستعلاء؟ قال لا، احنا دول مش هنتفق معاه ولا هنرتبط معاهم بوعود، لان احنا رايحين لهم بمقتضى صدق اذن او امر، فشاءوا او رفضوا هم ملزمين يبقوا معانا، واحنا مش هنلتزم معاهم باتفاقيات. ورفض البرلمان الفرنسي مشروعي الموحدة، واستبد الفرنسيون، وظلت فرنسا تحكم سوريا ولبنان بمقتضى صك الامتداد، وقامت باقتطاع لواء الاسكندرونة سنة 39 اللي استولت عليه تركيا بدون وجحة. استاذ يا لما فرنسا قامت باقتطاع لواء الاسكندرونة، كان مين رئيس الحكومة في مصر؟ 39 كان علي ماهر، اللي انجلترا طردته بسبب خلاف بسيط لانه رفض اعلان الحرب على قوات الايه؟ المعركة. هنا سؤال جميل، لما قامت الحرب العالميه الثانيه سقطت فرنسا تحت اقدام الجيوش الالمانيه بقياده مين؟ هتلر احتل فرنسا. تعرفوا ان كانوا في فرنسا عاملين خط اسمه خط ماجينو، وده كان اقوى خط دفاعي في العالم على اعتبار ان هم يحموا نفسهم من هتلر. بس الخط ما وقفش قصاد هتلر، ودخل فرنسا في الشمال والغرب ونجح في السيطره لدرجه ان القائد اللي كان موجود ساعتها اللي اسمه بيتان اعلن الاستسلام وسمى حكومه فيشي. هي بتتكتب في بس مكتوبه بالعربي فيشي، هي فيشي. طب ليه سموها فيشي؟ لان المدينه اللي وقعوا فيها الاتفاق كانت مدينة فرنسية اسمها مدينة فيشي، هي كانت العاصمة الشكلية باريس، ولكن الحكومة كانت تسمى حكومة فيشي، وكانت في الجنوب والوسط، أما الشمال والغرب كانت تحت السيطرة الألمانية. طب مين اللي رفض الهزيمة؟ الجنرال شارل دي غول، وعمل حكومة مضادة لفيشي، سماها فرنسا الحرة، وكان يديرها من انجلترا. إذا فرنسا كان فيها حكومتين اثناء الحرب العالميه الثانيه، حكومه فيشي
ودي كانت بقيادة بيتان وكان يقودها من الجنوب والوسط وكان معروفة بولائها الألمانية، وحكومة فرنسا الحرة وكان يديرها شارل دي جول من انجلترا وكانت حكومة وطنية محترمة. هنا كانت المفاجأة ايه؟ القوات الفرنسية في سوريا ولبنان تعلن ولائها لحكومة فيشي. ليه القوات الفرنسية في سوريا ولبنان تعلن ولائها لحكومة فيشي؟ قالوا ان كياتها في انجلترا. ليه يا عم ده كانوا حلفاء مع بعض؟ قالك ما اصل القوات الفرنسية في سوريا ولبنان بدأ يحصل عندها ريبة، شك، تربص. قالوا ازاي انجلترا تبقى حليفتنا وتسيبنا نتهزم وما توقفش جنب فرنسا في محنتها؟ اكيد انجلترا تخلت عن فرنسا لانها طمعانة في مستعمرات الفرنسيين، عايزانا نتهزم عشان تاكل مننا مستعمراتنا. وهنا وقع الشك في نفوس القوات الفرنسية في سوريا ولبنان. وعلشان يوصلوا رسالة الغضب لانجلترا ويوصلوا لها رسالة تهديد، قالوا احنا مش مع حكومة فرنسا، احنا هنبقى مع حكومة فيشي نكاية في انجلترا، لانهم اتهموها بانها تخلت عن فرنسا في محنتها وانها تسعى لطرد الفرنسيين من مستعمراته. واحد يقول لي يا مستر طب الشك ده كان حقيقي ولا كان مزيف؟ في الواقع لما قرأنا الاحداث لقينا ان انجلترا حمست شعب سوريا ولبنان ضده، فبناء عليه اذا كان في فعلا انجلترا في جزء من الخيانة لفرنسا، فهم كانوا على حق. وعشان القوات الفرنسية في سوريا ولبنان توصل رسالة تهديد لانجلترا، لما عرفوا ان في ثورة في العراق اسمها رشيد علي الكيلاني ضد الانجليز في الحرب العالمية الثانية، قالوا خلاص احنا على استعداد نتعاون مع حكومة هتلر وحكومة فيشي ونجيب قوات المانيا ننزلها في مطارات سوريا ولبنان وندخلها تحارب الانجليز جوه العراق وتساعد ثورة رشيد علي الكيلاني. اول ما انجلترا عرفت ان في تهديد جاي لها ولاحظ حاجة، ان في الوقت ده اصلا انجلترا كانت خرجت من معظم العراق بموجب معاهدة 30 وكانت سايبة قوات في مواقع محددة، فبدأت انجلترا تعيد نشر قوات اضافية من جديد علشان تأمن نفسها من خطر الماني. وفي هذه الاثناء نجحت انجلترا في السيطرة على الموقف في سوريا ولبنان. ازاي انجلترا قدرت تسيطر على الموقف في سوريا ولبنان؟ قالوا ما هي راحت بسرعة دعمت حكومة فرنسا الحرة لما المولين ليها، سيطرت على الوضع في سوريا ولبنان قبل وصول القوات الألمانية، وكانت النتيجة ان المفاجأة القوات الفرنسية في سوريا ولبنان كان مقاومتها ضعيف. ليه كانت مقاومتها ضعيف؟ عشان حاجتين، روحهم المعنوية المتدهورة ولقى نفسهم مش هيقاوموا ها الانجليز فقط وانما سيقاومون اخواتهم من حكومة فرنسا الحرة. هنا السؤال الجميل، ماذا يحدث اذا لم تستطع انجلترا السيطرة على الاوضاع في سوريا ولبنان؟ في الحالة دي كانت القوات الالمانية هتنطلق عن طريق سوريا ولبنان الى العراق وتدعم ثورة رشيد علي الكيلاني ضد الانجليز، كانت ثورة رشيد هتنجح وكانت انجلترا هتفشل وتسقط في الحرب العالمية الثانية، صح؟ استاذ لما دخلت فرنسا سوريا ولبنان كانوا يعتقدون انهم سيمارسون سلطاتهم بحرية او بسهولة، ولكن لقوا ان الشعب السوري مطالب بالاستقلال مش سهل. تعرف ان انجلترا كان لها دور في تقويض الاستعمار الفرنسي في سوريا ولبنان؟ يعني ايه يا مستر تقويض؟ يعني القضاء عليه. ازاي انجلترا كان لها دور؟ قالوا لانها اعلنت انها تحترم رغبات الشعوب في الاستقلال. ازاي انجلترا تقول كده؟ قالك ما هو كان في سوء علاقه اصلا، فزي ما القوات الفرنسيه في سوريا ولبنان هددت انجلترا هي حبت كمان ترد لهم الصعصع، فراحت قالت الشعب السوري انا بحترم رغبات الشعوب في الاستقلال، فقاموا عاملين مظاهرات وانعقد المجلس النيابي وفاز شكري القواتلي اول رئيس لجمهوريه سوريا. اللي كان بيحصل في سوريا لبنان تقول واحنا زيه، عشان كده هنقول تمتع لبنان بثمره كفاح الشعب السوري من اجل الاستقلال. انعقد المجلس النيابي في لبنان وفاز بشارة الخوري رئيسا للدولة ومعه رياض الصلح رئيسا للوزراء. هينفهم لمنطقة اسمها راشيا، وبالبحث لقينا ان منطقة راشيا دي منطقة اصلا في لبنان بس كان فيها قلعة اشبه بالسجن كانوا بينفوا فيها السياسيين. تمام؟ ايه اللي حصل بعديها؟ هياخدوا بعد ضغط وبعد كفاح مرير ومساندة عربية ومساندة اجنبية هياخدوا استقلالهم في لبنان سنة 46.
مين اللي كان ماسك في مصر في الوقت دوت؟ الملك فاروق. ومين كان رئيس الحكومة؟ اسماعيل زركي، اللي بدأ مفاوضات مع انجلترا لإلغاء معاهدة 86. تعرف إن لبنان افتقد لمفهوم الدولة المتجانسة؟ تعرف دي؟ ليه؟ لأن الدستور في لبنان دستور طائفي، وقالوا إن لازم يكون رئيس الدولة مسيحي مارون، والمارونية طائفة مسيحية عايشة في لبنان للطوائف المسيحية مذهب يعني عندهم، ورئيس مجلس الوزراء مسلم سني ورئيس مجلس النواب مسلم شيعي، فده أدى إلى افتقاد لبنان لمفهوم الدولة المتجانسة. تعرف إن حتى المناصب الكبيرة متوزعة عندهم توزيع طائفي؟ تعرف إن في لبنان بسبب الطائفية حصلت حرب أهلية في لبنان كادت أن تفتك بلبنان وبوحدتها الوطنية؟ فالطائفية هم قصدينها تعمل كده في لبنان. لما نروح للعراق وباختصار، قالوا ان الانجليز كانوا اطلقوا العديد من البيانات التي تؤكد. الانجليز ده قال على ايه؟ بعتوا مجموعه من البيانات، قالوا احنا جايين العراق علشان نحررها من الاتراك. ضحكوا عليهم. وبعد الحرب اكتشفت الحقائق. اكتشفوا ايه العراقيين؟ اكتشفوا ان انجلترا راحت العراق عشان تنفذ قرارات مؤتمر سان ريمو، ان هي تنتدب على العراق وفلسطين. وزي ما حصل في سوريا والفرنسيين طردوا فيصل بن الشريف حسين ونفذوا الانتداب في سوريا، يبقى انجلترا هتنفذ الانتداب في العراق. ودي كانت الاسباب الداخلية لقيام ثورة العشرين في العراق. اما الاسباب الخارجية فكانوا متأثرين بثورة مصر 19، ودخل لهم عملوا ثورة سميت في التاريخ بثورة العشرين في العراق. اضطرت انجلترا تعين حكومة وطنية مؤقتة برئاسة واحد اسمه عبد الرحمن الجيلاني. اسمه ايه؟ خدنا عبد الرحمن فهمي، سكرتير لجنة الوفد المركزية في القاهرة. وهناخد ان شاء الله في السابع عبد الرحمن عزام، اول امين عام لجامعة الدول العربية. ده اسمه عبد الرحمن الجيلاني. تمهيدا لاسناد العرش، هيجيبوا مين بقى يمسكوا الحكم في العراق؟ بس هيبقى حكم سوري. هيجيبوا فيصل. هيجيبوا مين يا فندم؟ فيصل الشريف حسين. هيحصل ايه بقى بعدها يا شباب؟ هيحصل ان هيدخل العراق في مفاوضات مع الانجليز سنة 22، وهذه المعاهدة بقت بالفشل. ليه؟ حيث ابقت لبريطانيا اليد العليا في العراق. هيقوموا عاملين معاهدة اسمها 30 في العراق. تعرف ان معاهدة 30 هتدي للعراق استقلالها، بس هيكون استقلال سوري. مستر يعني كده العراق واخد استقلالها من سنة 30 الورق، ومصر واخد استقلالها من سنة 22 على الورق. يبقى دي واخدة استقلالها ودي واخدة ايه؟ استقلالها. هيحصل ايه بقى هنا في معاهدة 1930؟ هيقولوا استقلال العراق ابتداء منذ دخول عصبة روما. اتنين، حق بريطانيا في الدفاع عن مواصلاتها وخاصة الجوية، عشان كده هنسيب قوات في البصرة وفي بغداد في مواقع محددة. طب ما ده يا مستر بيتشابه مع مين؟ مع يتشابه مع معاهدة 36، وبيتشابه مع تصريح 28 فبراير 1922. في شبه. بعدها صارت الحركة الوطنية في العراق ببطء. ليه صارت ببطء؟ بسبب رقم واحد، الصراعات الطائفية اللي كانت بتحصل في العراق يا بين الأشوريين والنصاطرة المسيحيين، وعندي كمان التناحر بين الأحزاب وتدخل العشائر في رفع وزارة وإسقاط وزارة أخرى. الاضطرابات الداخلية دي أدت في النهاية إلى إيه؟ أسسوا القرار العسكري بقيادة مين؟ باكر سيرت. الراجل ده اتقتل؟ لحد ما حضراتكم عارفين لما قامت الحرب العالمية الثانية، أرادت بريطانيا أن تزيد من حجم قواتها في العراق. مش أنتوا عارفين إن في الحرب العالمية الثانية كانت ألمانيا عاملة العراق هدف؟ وخاصة إن العراق ما كانش فيها قوات كتير بموجب معاهدة 30. فأرادت بريطانيا أن تزيد من حجم قواتها، فمين اللي اعترضت؟ حكومة حكمة سليمان قالت لا مش عايزين زيادات. هنا تحمس الضباط العراقيين وكان على رأسهم رشيد علي الكلاني، قال إحنا هنقوم بثورة مسلحة ضد الإنجليز وألمانيا ستهب لمجدتنا. كان عنده أمل إن ألمانيا تسانده هتلر، وقام بالثورة، ولكن ثورته فشلت. فشلت ليه؟ لأن في الوقت دوت انجلترا ارسلت قوات اضافيه من البصره والاردن، والمانيا ما ساندتش رشيد اصلا، وانتوا عارفين ان انجلترا منعت وصول القوات الالمانيه، فاتهزم رشيد. طلع عبد الاله، وده كان الوصي على العرش. يعني ايه الوصي على العرش؟ اللي عليه الدور في الحكم. هو كان يقرب ايه لفيصل؟ كان ابن اخو فيصل.
مش ابن فيصل كان ابن اخوه جميل نور السعيد كان رئيس الوزراء ودول كانوا من انصار التفاهم مع الانجليز اللهم مين في مصر كان عندنا من انصار التفاهم مع الانجليز مصطفى النحاس وكان برضو الشريف حسين من انصار التفاهم مع الانجليز قالوا نعمل مفاوضات فقعدوا في مدينه اسمها بورتسموث قبر بيفن سنه 48 نفس السنه دي كان في حرب فلسطين وقعدوا عملوا اتفاقيه ولكن هب الشعب العراقي ضدها ورفضها ليه؟ ليه رفضوها العراقيين؟ لانها ابقت الحق للانجليز في وجود قواعد جويه في العراق بعدها في عهد وزاره الراجل اللي احنا قلنا عليه اللي هو نور السعيد دخلت العراق في حلف بغداد باكستان ايران تركيا انجلترا العراق كان بيخدم على الولايات المتحده طب حد لاحظ حاجه مصر في الوقت ده كان ثوره يوليو وانتوا عارفين ثوره يوليو كانت لغت الملكيه والجمهوريه واعلنت مصر صراحه ان احنا ضد الاحلاف فهنا اتاثرت احزاب المعارضه في العراق وكانت النتيجه حصلت ثوره في العراق في يوليو 58 لغت الملكيه واعلنت الجمهوريه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اتباع الفصل السادس ان شاء الله الفصل السابع هيبقى اقوى بكثير ان شاء الله من الفصل السادس